تتجوز؟ اي معقولة واحد بهالسنة تفكر تتجوز؟ ومين بده يقبل فيها؟ ومنين بنلاقي لها عريس؟ هلا؟ شو رأيك؟ مو كأني طالع عريس. عريس؟ وأحلى عريس. شكراً. جميل. شو رأيك اسم النجاعة بالك تكون عريس؟ أعملك عريس عن حقه حقيقي؟ أنا ما بدي حدا يعملني عريس، ما أنا طول عمري بساوي حالي عريس، لك عريس ونص، ولدت عريس، وربيت عريس، ولساتني عريس، وعلى طول عريس. جميل عم بحكي جد أنا. وأنا ما عم بمزح. هي صحيح العروس مو كتير حلوة وكبيرة شوي بالسن، بس مريشة نايمة على قرشين كتير حلوين بيأمنونا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. شو قلتي؟ عروس؟ إيه عروس؟ إلي أنا؟ لكن إلي أنتي بدك تجوزيني إلي أنا؟ أي شوفي يا حبيبي الله سامح بأربعة وما بتغالي؟ أنت عارف من هي العروس بعدين عكي على الغير. ومين هي بسلامتها؟ إلا؟ إيه قولي ولا ما أقول لك؟ لك أحكي لا تنطفي قلبي بلا ما أقول لك أنا خايفة تزعل قولي طب وإذا زعلت؟ أنا ما بتزعل؟ أنا المحمود لا تسرع حبيبي لا تسرع ولا تعصب طول بالك تقبر قلبي انت فكر فيها منيح بتلاقيها كتير منيعة ومعقولة كتير روح هلا على موعدك ولا تأخر مشان نحكي المساء روح روح حبيبي روح لا تطول حبيبي عم استناك انا جوزه ام محمود وليش ما جوزه بدي ريش انا شو هالمرة هي قلت لحالي هلا اذا بقول لها اني طالع بلبسي مثل العريس رح تقول لي استحي على شيبتك اتاري بدها تجوزني على حقه وحقيقة ومن مين؟ من ام محمود بسيطة لأمتى بده يضل صمام الامان عندها مسكر هلا بعد ساعة زمان رح شوف شو بده يصير فيه وشلون بدها تفكر تجوزني مرة تانية